النهارده سامحوني لو انا اتعصبت فيه، بس بجد 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 يعني شيء معصب جدا بالنسبه لي. تمام، فرجاء هقول على حاجه ومحدش يعني يزعل، او يعني لو حد بيتفرج عليا وبيعملها فسوري يعني في الكلمه يتفلق من الاخر. لو سمحتوا قبل ما تشوفوا معايا الفيديو يا ريت تضغطوا لايك للفيديو علشان بس نوسع المجال ونبطل في ناس كتير تبطل تعمله. تمام، بصوا يا جماعه، في نوعيه من الفيديوهات بتغيظني جدا، الا وهي ايه الناس اللي بتشتري مشتريات بيتها وبترصها كده قدامها، وده مشتريات او فيديو بمشتريات الشهر او فيديو بمشتريات الاسبوع. مع احترامي لحضرتك او مع احترامي لحضرتك، انت ليه بتطلع اسرار ثلاجتك؟ ليه بتطلع اسرار الفريزر بتاعك؟ ليه بتطلع خصوصية بيتك في الدرجة بتاعت ان انت تصور اكلك وشربك للناس؟ ليه يعني؟ معلش، هو احنا هنستفيد ايه؟ انت اكيد هتستفيد مشاهدات بفلوس والجو ده، بس صدقني الحاجة هتبقى منظور فيها. سيبك من ده كله، لما انت تصوري مشتريات بيتك وتحطيها كده وترصيها وتتباهي بحاجات انت ممكن تكوني جايباها، او مش هقولك تتباهي بحاجات انت ممكن تكوني جايباها وغيرك مش قادر يجيبها، بس حاجة بسيطة جدا ممكن تكوني جايباها زي علبة لبن. صدقيني ممكن يكون في أسرة بتتفرج عليكي ما تكونش في إمكانها تجيب علبة اللبن. هتقولي طب إيه اللي وصلها إن هي يبقى عندها نت وعندها واي فاي وموبايل وحديث ويبقى قاعدة بتتفرج؟ أنا بضرب لك لمثال، ممكن تكوني جايبة مثلا فاكهة، نوع فاكهة هي مش قادرة تجيبه. ممكن تكوني جايبة كمية لحوم أو بروتين حيواني هي مش قادرة تجيب نصه. الله أعلم بظروف الناس، فعلى قد ما تقدروا ولو سمحتوا بلاش تتباهوا بمشتريات بيتكم وتطلعوها على الملأ بهدف المشاهدات، بهدف الفلوس، بالهدف ده كله. فلو سمحتوا يعني بلاش اقتحام الخصوصية بالمنظر ده، بجد الموضوع بقى اوفر جدا 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 جدا. صدقوني هو انتوا لما بتعملوا كده وبتصوروا الأكل والشرب بجد يعني بتحسوا بطعم الأكل حلو في بقكم؟ بتحسوا إن حياتكم حلوة كده وسهلة؟ بتحسوا ان الحاجة لذيذة كده مش مبسوط يعني منظور فيها ولا اي حاجة؟ انا بالنسبة لي الحاجة دي مستحيل اعملها نهائي. ممكن اجيب اي حاجة شخصية ليا انا اوكي، يعني اعمل ريفيو عنها، لكن ان انا اجيب خزين بيتي واطلع ارصه كده واصوره، ايه هو جنان يعني؟ ايه ليه؟ معلش ليه يعني؟ ومعلش مع كامل احترامي للناس برضو اللي هي بتشوف الحاجة دي، يعني جايز انتوا حابين تضيعوا وقتكم في حاجات تافهة وحاجات ملهاش اي ثلاثة لازمة، بس ليه بتسمحوا ان انتوا ربنا يحاسبكم على الوقت ده؟ ما تضيعوه في حاجة مفيدة. اذا كان يعني في مثل بيقول اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل، فاكيد المصور اللي مصور الفيديو ده مجنون، فانتوا مش يعني خليكم عاقلين. ليه بتشوفوا حاجة زي كده لمجرد بس اقتحام خصوصية؟ او ماشي هي قبلت ان احنا نقتحم خصوصيتها، انا هيعود عليا ايه الفايدة؟ طب انا الوقت ده اعمل بيه حاجة في بيتي، اعمل بيه اي حاجة استفيد بيها وتنفعني في يومي، تنفعني في حياتي. فبلاش جو فعلا ان انتوا تصوروا مشترياتكم، وبلاش اي حد يتفرج على فيديو من المنظر ده، لان صدقوني والله العظيم في ناس مش لاقيه، وانتوا ممكن تكونوا من غير ما تقصدوا بتحسسوا ناس بعجزها وقلة حيلتها وتكسروا نفس حد حتى لو كان طفل ممكن يكون بيتفرج عليكم. بلاش النوع ده من الفيديوهات يعني. خلاص تمام.